نبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الدقهلية. مديرية الصحة هناك حققت معدل إنجاز يعني يصل إلى 100% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. أما في الوادي الجديد فتم طرح قطعة أرض زراعية بنظام الإيجار أمام المواطنين. كمان في البحر الأحمر تم استقبال 26 ألف سائح على مت 130 طائرة. أما في الأقصر فتم افتتاح مشروع ري 50 فدان في الغابات الشجرية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن تحقيق معدل إنجاز 99.9% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منذ بدء المنظومة بمديرية الصحة، حيث استقبلت عددا من الشكاوى يصل إلى 13395 شكوى، من بينها 11678 شكوى فردية ونحو 1717 شكوى جماعية. للحصول على قطعة أرض زراعية حق انتفاع إيجار من صندوق استصلاح الأراضي بواحة الفرافرة، وذلك أمام كافة المواطنين للحصول على قطعة أرض زراعية حق انتفاع إيجار من صندوق استصلاح الأراضي بنطاق المركز. وفي البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة ومرسى علم الدوليان على مدار ساعات أمس السبت رحلات طيران سياحي دولية من جنسيات مختلفة، حيث تعتبر هي الأعلى في معدلات الوصول لرحلات الوصول خلال الأسبوع الجاري. وكشفت جداول الوصول للمطارين وصول 130 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 26 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية. وفي اسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بقرية حارس على مدار يومين بمنطقة العمرية بالإسكندرية، والتي تبعد 20 كيلومتر عن أقرب مستشفى العمرية العام، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1601 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل لهم. وفي الأقصر شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي افتتاح الأعمال الجارية في الغابات الشجرية بقرية الرواجح، وهو مشروع شبكة ري 50 فدان جديدة، وذلك للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتوسع في إنتاج الجوجوبا اللي بتستخدم بذورها كوقود حيوي وأهميتها في إنتاج العلف الحيواني.